السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، حيا الله الجميع. اليوم راح أقطف الخيار وممكن احتمال الكوسة والفلفل، لكن عندي الخيار قبل يومين سويته ترقيد ونزلته إلى تقريبا مستويات هذه، الآن ما شاء الله تبارك الله وصل السقف، يعني نمواته سريعة وأنا متعب حقيقة ترقيده، متعب جدا، فلذلك راح يمكن علما اني قصيت اجزاء التحتيه وفيها ثمار وفيها كل شيء قصيتها كله على اساس انه يصل السقف، كذلك انه لو الان اسوي له ترقيد والثمار موجود والاوراق موجود ممكن يسبب عندك امراض فطريه او يصير في حشرات متزايده هنا لعدم وصول المبيد الحشري عليه، فمحتار ما ادري ايش اسوي، لكن يلا يعني نخسر الأوراق السفلية وبعض الثمار ولا يضرب حرارة السقف ويأثر على نمو النبات وفترته كلها كاملة، لأنه إن شاء الله بإذن الله أنه راح يعطينا هذا مدة 6 شهور 7 شهور 8 شهور يعطينا إن شاء الله إنتاجية وهذا المطلوب. سمي بسم الله وناخذ الثمار ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه ما شاء الله دي مليانة تبارك الله. شوف هناك من الجهة الأخرى نأخذه بما أنه قريب لنا. شوف عدد الثمار في شتلة واحدة ما شاء الله، هذا أكثر وأكثر ذيك، وهنا ما شاء الله هذا اللي أقول لكم قلمتها وأزلتها وهي فيها ثمار ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة جاهزات للقطف من شتلة واحدة، وهذا واحد ما شاء الله. نروح للجهة الأخرى ما في شيء، كلها شلناها، نروح للجهة الأخرى. شوف التزهير ما شاء الله تبارك الله، أصار النبات سليم من الآفات، ما راح تخسر أي ثمار. أما الأصابع عندك إصابات تربس وما تربس دائما تخسر الثمار، يصير فيها ذبول، تيجي تمسكها تحصل فيها ذبول، هذا الدليل أنه فيها إصابات. ما شاء الله هنا عدد ما شاء الله كبير، واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله، وهذا مقرمش ما شاء الله تبارك الله. روح الكوسة، أعتقد أنه في واحدة كوسة هي أشياء مؤنثة لازم تحتاج إلى تلقيح، هذه لازم تزال لأن أعتقد أنه ما تم تلقيحها، فلازم تزيلها بهذا النمو وبهذا الحجم. شوف هذه مؤنثة تحتاج إلى تلقيح من مذكرة، هذه مذكرة، هذه مذكرة. هذا فلفل حار،
داخل حار جدا. هنا فلفل توت بلاك بيري خيار فلفل رومي بلاك بيري احجامه طبعا صغيرة ليست احجام اللي كبيرة. الفراولة فيها فراولة فيها انتاجي بس انتاجي مثل ما قلت لكم أحجام صغيرة وأعداد قليلة. شوف التسيير بدأ من جديد. علما ان سويت له تأقليم وازلت كثير من الازهار حقاته على اساس يعطيه نماء خضري. كذا خلص في التين. خلينا نشيل التين. التين في عدد كبير ما شاء الله. ما شاء الله فيها الكيميكوات. فلفل رومي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.